بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن محاضرتنا لهذا اليوم بمراجعة الـ Euclidean Vector Spaces. نبدأ الآن بتذكيركم في الـ N-tuple. شايفين هذا الـ N-tuple، يكون عندي N من المساقط، كل مسقط هو عبارة عن real number، ولذلك هذا العنصر بيكون موجود في Rn، هذا العنصر بيكون موجود في Rn، في عندي N من المساقط، كل المساقط هي عبارة عن real numbers، إذا هذا بيكون عنصر وين؟ في Rn. الآن إذا كان عندي two vectors in Rn، بقدر الآن أقول إنه هذول العنصرين بكونوا متساويات إذا كان مثلاً U1 يساوي V1، إذا كان U2 يساوي V2، وهكذا إذا كان UN يساوي VN، يكون بهاي الحالة الفيكتور U يساوي الفيكتور V. حاصل الجمع U زائد V، مسقط الأول زائد المسقط الأول من V، مسقط الثاني من U زائد المسقط الثاني من V، وهكذا. طريقة الضرب سكيلر KU عبارة عن K تضربها بالمسقط الأول، K تضرب المسقط الثاني، K تضرب المسقط رقم N. الزيرو فيكتور في Rn بهذا الشكل هو عبارة عن N تيوبل، جميع المساقط قيمتها زيرو. الآن ماينس يو هو عبارة عن ماينس يو 1 فاصلة ماينس يو 2 لحديت ماينس يو ان. لاحظوا الآن إذا بدي أطرح الفيكتور يو من الفيكتور في، بقول في ناقص يو يساوي في زائد ماينس يو، إذا في ناقص يو بقدر أكتبه بهذا الشكل. الآن هاي خصائص متحققة على الفيكتورز في السبيس Rn، عملية الجمع التبديلية، خاصية رقم B، خاصية تجميعية متحققة على الجمع. هون عندي الزيرو فيكتور هو عنصر محايد لعملية الجمع، وهكذا. إذا أنك يعني تمر على مجموعة من الشروط، هيهم تقريبا من A إلى G، هذول خواص، بلاش نقول شروط، هذول خواص الفيكتورز في Rn. الآن خلينا نراجع لكم الـ inner product. إذا كان عندي هذا الفيكتور U هي الفيكتور V، Euclidean inner product U dot V، أقدر أكتبه بهذا الشكل، عبارة عن U1 ب V1 زائد U2 V2 زائد آخر إشي UN ب VN. ولاحظ أنه U dot V دائما بكون إيش؟ قيمة، ممكن تكون موجبة، ممكن تكون سالبة، ممكن تكون زيرو. هاي في مثال هون معطي أمامك محسوب من خلاله U dot V. الآن هاي الشريحة بتتعرض لخواص الأوكليديان إن برودكت، هاي الخاصية رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة. الآن نراجعكم بالنورم والديستنس في الأوكليديان سبيس. هي النورم للفيكتور يو هو عبارة عن الجذر التربيعي لU1 سكوير بلس U2 سكوير بلس UN سكوير. لاحظوا إنه في عندي إيش؟ جذر تربيعي. إذا النورم للفيكتور يو ما هو عبارة إلا الجذر التربيعي للإنر برودكت يو دوت يو. إذا هذا تعريف النورم للفيكتور يو. الآن ديستنس بين يو وفي هو عبارة عن النورم ليو ناقص في. إذا ديستنس
بين U و V in Rn هو عبارة عن النورم لـ U ناقص V. هذا مثال من خلاله أي حسبنا النورم لليو من هذا الفيكتور يو، وما حسبنا كمان الديستنس بين هذا الفيكتور يو والفيكتور في. الآن هاي الثيرم اللي هي عبارة عن كوش شوارز إنيكواليتي في ار ان، دائما بقول لي إذا كان عندي تو فيكتورز يو وفي في ار ان، دائما بتكون القيمة المطلقة، القيمة المطلقة للأوكليديان انر برودكت يو ضد في، هاي القيمة بتكون أقل أو تساوي نورم اليو مضروب في نورم في، لأن هاي الشريحة تلخص خواص اللينث أو النورم في ار ان. الخاصية الأولى النورم دائما بيكون أكبر أو يساوي زيرو، إذا كان النورم يساوي زيرو معناها لازم الفيكتور يساوي زيرو، وإذا كان الفيكتور يساوي زيرو النورم إله شو بيكون؟ زيرو. النورم لكي يو يساوي القيمة المطلقة لكي مضروب في النورم اليو. الترينجل انيكواليتي هاي مهمة جدا جدا، النورم ليو زائد في بيكون أقل أو يساوي نورم اليو زائد نورم الفي. الآن برهان فرع سي موجود أمامك، هي البرهان سي، هاي برهان الفرع دي اللي هو برهان ترينجل إنيكواليتي أمامكم. الآن هاي الشريحة بتتعرض لخواص الديستنس، الديستنس بين الفيكتور يو والفيكتور في في ار ان دائما بكون أكبر أو يساوي زيرو، إذا كانت الديستنس بين يو والفي تساوي زيرو هذا معناه إذا وفقط إذا إنه اليو لا تساوي اليو لازم تكون مساوي للفي. الديستنس من يو لفي هي نفس الديستنس من في إلى يو. وآخر شيء ترينجل إنيكواليتي، الديستنس بين يو وفي أقل أو يساوي الديستنس بين في وفيكتور آخر دبليو زائد من الديستنس من دبليو إلى في. هاي علاقة مهمة جدا ومشهورة، إذا كانت اليو وفي تو فيكتورز في ار ان دائما بكون قيمة الأوكليديان انر برودكت مساوي لربع مربع النورم ليو زائد في ناقص ربع مربع النورم ليو ناقص في، ومعروض لكم البرهان. الآن خلينا نتعرض ونذكركم في اللينير ترانسفورميشنز من ار ان الى ار ام. شوف الان فورمولاز، هاي في عندي انا اكثر من اقتران، شايفين هاي كلها ايش اقترانات. اذا بتلاحظ ان كل هاي الاقترانات فانكشن، مثلا هذا الاقتران الاول فانكشن من ار تو ار، هذا الاقتران الثاني فانكشن من ار2 الى ار. شوف الاكس والواي هذا فيكتور وين موجود؟ هذا فيكتور موجود في ار2. الان هاي القيمه اكس تربيع زائد واي تربيع هي قيمه موجوده وين؟ في الريال نمبر. اذا هذا الاقتران بقول انه من ار2 الى ار. طلع الان هون هذا الاقتران اف اكس واي زد بيعطيني الجواب اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. لاحظ الان الاجابه هي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، هذا عباره عن ريال نمبر. اذا هذا اقتران من وين؟ من ار 3، هذا 3 تيوبل، هذا معناها باخذ اقتران باخذ من ار 3 والجواب وين بيعطيني اياه؟ في ار. وهكذا لاحظ الآن هذول الاقترانات كلياتهم الموجودة أمامك هم real valued functions، هذول real valued functions، وانتبه إنه المجال المقابل فيهم كلهم شو بكون؟ R. المجال المقابل بكون فيهم إيش كلهم؟
هو الـ R. الآن إذا كان عندي اختراع من Rn إلى Rm، الآن هذا بسميه إيش؟ بسميه Transformation. صورة الـ N tuple هي عبارة عن إيش؟ مش real number، هو عبارة عن M tuple. M tuple بهي الحالة هذا شو بسميه؟ تحويل أو Transformation. كمثال عليه، هاي عند الفيكتور x1 x2، هذا الفيكتور صورته شو بتكون الآن؟ هو عبارة عن فيكتور آخر موجود في R3. ليش هذا موجود في R3؟ لأنه عندي ثلاث مساقط، هي المسقط الأول وهي المسقط الثاني وهي المسقط إيش؟ الثالث. هذا المسقط الثالث، ولذلك الآن صورة الواحد سالب اثنين إذا بتلاحظها بتعوضها هون، شو بتكون؟ هو عبارة عن 3 تيوبل ناقص 1 ناقص 6 ناقص 3. إذا هذا شو بسميه الآن؟ هذا ما بسميه real valued function، هذا بسميه transformation. هذا بسميه إيش؟ transformation، تحويل. الآن شوفوا كيف كتبنا بشكل عام، شوف كيف بقدر أكتب إذا كان عندي التحويل موجود بهي الصورة. الـ W1 هي عبارة عن A11X1 لحديت A1NXN إلى آخر إشي، عند الـ WM تساوي AM1X1 زائد لحديت AMNXN. لاحظ الآن كيف قدرت أن أكتب على شكل مصفوفات. إذا هاي المصفوفة اللي هي الـ W تساوي مصفوفة الـ A مضروبة في إيش؟ في الـ X، اللي هي الاكس بتمثل ايش؟ المتغيرات x1 x2 لحد xn. لان هاي المصفوفه ايه؟ بسميها ستاندرد ماتريكس فور ذا لينير ترانسفورميشن تي. اي مثال معطي امامنا من R4 الى R3، ما دام عندي R3 هون، اذا في عندي W1 W2 W3. الآن هاي نقدر نكتب الترانسفورميشن على شكل مصفوفات. شوف الآن هاي مصفوفة الاي اللي هي معاملات، لاحظ معاملات X1 هي عمود أول، معاملات X2 عمود ثاني، معاملات X3 عمود ثالث، ومعاملات X4 عمود رابع. إذا هاي المصفوفة A هي عبارة عن ستاندرد ماتريكس ل للترانسفورميشن تي. شوف الآن إذا كانت الـ X1 X2 X3 X4 هي عبارة عن الـ 4 tuple 1-3-0-2، شوف الآن شو صورة الـ T of X، هو عبارة عن 1-3-8. الآن إذا كان عندي ترانسفورميشن من Rn إلى Rn، إذا المجال والمجال المقابل هو نفسه، بهاي الحالة بسمي الترانسفورميشن أوبريتر، بسمي أوبريتر على Rn. بشكل عام إذا كان عندي ترانسفورميشن من Rn إلى Rm وكانت الـ A هي الستاندرد ماتريكس، الـ A هي عبارة عن standard matrix of T، بكتب الآن TA of X تساوي AX. نأخذ الآن هاي في عندي مثال، عندي operator من R2 إلى R2، شوف الآن هذا الأوبريتر شو بيساوي؟ TXY يساوي minus X فاصلة Y. لاحظ الآن ثبت الـ Y مثل ما هي، والإكس الإكس اللي هون ضربها بإشارة سالبة. إذا قيمة الـ W1 ما هي إلا ناقص إكس، وقيمة الـ W2 ما هي إلا واي. إذا الـ A هي عبارة عن معاملات الإكس سالب 1-0، والعمود الثاني بيكون معاملات الواي اللي هي 0-1. إذا هي الـ Standard Matrix، هي هي المصفوفة A، هاي هي اللي بتحدد الترانسفورميشن. ولاحظوا هذا الترانسفورميشن عمله
كالآتي، هو عبارة عن reflection about the y-axis. هذا عبارة عن reflection about the y-axis. هاي كمان مثال آخر، t1 من r2 إلى r2، t1 xy equal x minus y. لاحظ الآن هذا الـ هذا الأوبريتر هو عبارة عن reflection about the x-axis. وإذا بدي أكتب الآن سهل إن أكتب المصفوفة اللي بتمثله، مصفوفة اللي بتمثله هاي، في عندي T2 بهذا الشكل، هاي T3، بعمل projection تراجعوهم، هذا projection about X axis، في عندي كمان projection about Y axis. هذا الأوبريتر بكون، هذا الأوبريتر TXY يساوي ناقص X ناقص Y، هذا عبارة عن reflection about the origin. الآن في عندي الكومبوزيشن للينير ترانسفورميشنز معرف بهذا الشكل، هاي تعريفه الآن. نأخذ مثال، إذا كانت T1 من R2 إلى R2، T1 XY equal minus XY، والT2 من R2 إلى R2 وعمله كالآتي، T2 إلى XY هو عبارة عن X minus Y. لاحظ الآن أن T1 standard matrix for T1 هو عبارة عن هاي الماتريكس، standard matrix للT2 عبارة عن هاي الماتريكس. إذن standard matrix للT1 circle T2 ما هي إلا الستاندرد ماتريكس للT1 مضروبة في الستاندرد ماتريكس للT2. إذا هاي المصفوفة، هاي المصفوفة تضرب بهاي المصفوفة بطلع إيش عندي، هاي المصفوفة. إذا T1 سيركل T2 ما هي إلا هاي المصفوفة اللي هي ناقص واحد صفر صفر ناقص واحد. بنفس الأسلوب بقدر الآن أحسب T2 circle T1، بتطلع عندي هاي المصفوفة. إذا الآن بتلاحظ إنه بهذا المثال إنه T1 circle T2 طلعت معي مساوي إلى T2 circle T1، ولكن هذا الكلام in general مش صحيح. In general T1 circle T2 لا يساوي T2 circle T1. وهيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.